فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. نعم، فالوصف الخاص داخل في الوصف العام، داخل في الوصف العام، كما سبق في مسألة الصبغ أنها داخلة في العموم وأيضا مخصصة بالأمر بها. في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، هذه قاعدة عامة تشمل أن كل مسكر فهو خمر، بمعنى أنه محرم، بمعنى أنه محرم، فيدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو الخمر، أنه كل مسكر. إذن كل ما تحقق فيه هذا الوصف وهو الإسكار فإنه محرم لأنه خمر، والخمر محرمة بنص الآية وبنص السنة وبالإجماع من أهل العلم. ويحقق هذا أو يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فجعل الإسكار هو العلة، جعل الإسكار هو العلة في خمرية هذا الشراب أو هذا الطعام، أو فيتناول القليل والكثير منه، يتناول تحريم القليل والكثير من الخمر. فما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر هذا القليل. تنبه لهذا، فهذه الجزئية داخلة في العموم، فلا يقال إن 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 الخمر القدر غير المسكر منها حلال، بل هو حرام لأنه جزء من محرم وقطعة من محرم. ولذلك قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، لئلا يتساهل الناس في هذه المادة الخبيثة ويقولون: نحن ما نأخذ المسكر لكن نستعمله في جزئيات لا تسكر. فالله جل وعلا يقول: فاجتنبوه. كيف نجتنبه ونحن نستعمله؟ اجتنبوه هذا لفظ عام، يعني فيجتنب شربا وتطيبا وأكلا وغير ذلك، ولا يقال إن الممنوع هو المسكر فقط، القدر المسكر منه فقط.